للسنة الثانية على التوالي الأهلي في نهائي أفريقيا، ولكن المرة دي في نهائي أفريقيا في كازابلانكا في المغرب، ويواجه كايزر تشيفز الفريق لأول مرة في حياته يوصل نهائي أفريقيا. الأهلي بيقترب بشدة من العشرة ونكسب أفريقيا الثاني سنة على التوالي بمباراتين قدام الترجي سواء في رادس أو في القاهرة، مباراتين كانوا مميزين جدا وموسيماني لعبهم بعقلانية كبيرة. هنتكلم النهاردة في حلقة في حاجات كتير جدا عن مباراة الأهلي والترجي وعن موسيماني بشكل خاص. ومعاكم مصطفى، ودي حلقة جديدة من قهوة التحليل. يلا بينا نخش الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. الاهلي النهارده بيخش بنفس تشكيل المباراه اللي فات، ما بيبدلش اي لعيب، ما بيعملش اي حاجه، بل ده كمان بيخش المباراه بنفس تكتيك المباراه اللي فاتت. يقول لي معلم ايه نفس تكتيك المباراه اللي فاتت؟ المباراه اللي فاتت كنا بنشوف الاهلي في الناحيه الهجوميه، او لما بيجي بيبني اللعب او يبتدي في بناء اللعب، بتلاقي حمدي فتحي سقط ما بين ايمن اشرف وبدر بنون، وبدر بنون ايمن اشرف فتحوا على الاطراف عشان التشكيله تحول ل 3 4 3. ولكن النهارده احنا كنا شايفين الاهلي الشوط الاول اوقات كتير بنشوفه بيلعب 5 4 1، حمدي فتحي بينزل كمدافع ثالث في وسط ايمن اشرف وبدر بنون، وبتلاقي طاهر محمد طاهر وقفشه الاثنين بيرجعوا يبقوا مع علي ديانج وعمرو سليه، وبتلاقي محمد شريف وحيدا كمهاجم وحيد. وكمان الاهلي ما كانش بيضغط من نص ملعب الترجي، لا ده كان بيلعب نوعا ما ميديوم بلوك وبيبتدي يقابل من نص ملعبه، مش بيقابل من نص ملعب الترجي. هو موسيماني لما بيلعب بثلاثة في نص الملعب بيبقى مراهن على حاجتين. الحاجة الأولى إن يبقى عنده دفاع قوي ودفاع صلب ومحدش يقدر يجيب فيه جوان، وده قدر يكسبه، وقدر الرهان الأولاني يكسبه إن دفاعه يبقى قوي وما قدرش يستقبل أهداف ولا في الذهاب ولا في الإياب. دي حاجة. الحاجة التانية اللي بيلعب عليها موسيماني وبيران عليها موسيماني إن الفرص اللي بتجيله حتى لو قليلة يخلص منها. يخلص الفرص اللي بتجيله حتى لو كانت قليلة، يخلص من نص فرصة. الفرصة اللي هتجيله يخلصها. يعني مثلا ما بقاش بيدافع ويوصل مثلا بكورتين ثلاثه اربعه يجيب منهم كوره، لا انا هوصل بالاربع كور اجيب منهم ثلاثه على الاقل. هو موسيماني بيبقى بيراهن على ده، وفي الشوط الاول كسب الرهانين. الرهان الاول اللي هو مدافع كويس جدا وبيلعب باسلوب دفاعي كويس جدا وقافل كويس جدا على الترجي ما قدرش يستقبل هدف، والحاجه الثانيه انه من انصاف الفرص قدر يسجل هدف وقدر يجيب ضربه جزاء لطاهر محمد طاهر من لا شيء. يعني من لا شيء طاهر محمد طاهر دخل في وسط مدافعين الترجي وجاب ضربه جزاء للاهلي. في لغط كتير على ضربة الجزاء، في لغط كتير على ضربة الجزاء سواء من جمهور التوانسة أو من جمهور المصري، من جمهور الزمالك بشكل أخص. يعني إن ضربة الجزاء مش ضربة جزاء، لا يا معلم بص، طالما في احتكاك ما بين اللاعبين وطالما مفيش كوره مشتركه بينهم، يعني الاثنين لو في الهواء والكوره مشتركه ما بينهم اقول لك ماشي ممكن تعدي، ولكن الكوره اللي هي الشد لعب الكوره ولمسها الاول وهو بيقع بيشد معاه طاهر محمد طاهر، فضربه الجزاء ضربه جزاء 100%. ولكن هنا بقى نيجي لفكره الطرد، هل الكوره تستحق طرد ولا ما تستحقش الطرد؟ بص يا معلم، القانون بيقول ان اللاعب ما ينفعش يتعاقب عقابين في كوره واحده. يعني انت صفرت الكوره دي ضربه جزاء يبقى ما ينفعش تعاقب اللاعب بطرد. انذار ممكن انذار، لكن طرد لا. وزي ما حافظ درجه قال في المباراه القانون بيقول ان ما ينفعش اللاعب يتعاقب عقابين، ولا ويمكن يكون في قانون جديد نزل الصبح وانا ما اعرفش، وده فعلا اللي المفروض كان يحصل. ان انت حصلت ضربة جزاء على إياد شتي ما تقدرش، انت كده عاقبته عقابين الطرد وضرب الجزاء، كده فضلت عاقبه عقاب من الاثنين. ولكن نيانت عاقب الترجي باكمله مش إياد شتي بس، وحصل ضربة جزاء وطرد وادى الافضليه للاهلي انه يبقى متقدم بالنتيجه وكمان متفوق بالعدد. هلا 11 ضد 10 والتفوق بتاع الاهلي ده والجون اللي جابه الاهلي همد الترجي تماما، خلاص الترجي فقد الامل تماما، كمان بالطرد اللي طرد إياد شتي كل الامال انتهت. بعد الطرد وبعد الهدف الاهلي رجع للسيطره من جديد. هو الاهلي كان بيلعب طول المباراه لحد ضربه الجزاء ان هو انا هقف في نص ملعبي، انا هحاول اضرب المرتده، انا هحاول بلمسات بسيطه اوصل لمرمى الترجي واسجل. ده اللي كان بيحاول يعمله الشوط الاول سواء بكرات الشبات او كرات طويله في ظهر مدافعين الترجي اللي هم كانوا متقدمين وضاغطين عشان يسجلوا هدف عشان يتعادلوا مع النتيجه، او يحاول اللي هو يلعب بكرات على الارض سريعه جدا توصل للمرمى للترجي بسرعه. وده قدر يعمله الشوط الاول ويخرج ب1-0 والترجي ابتدى يهمد، الترجي ابتدى الامل بتاعه يضيع، الاهلي ابتدى معنوياته تعلى اكتر ما هي عاليه، وهو خلاص بيحط القدمين الاثنين في الفاينل في كازابلانكا. وبيخش الاول 1-0، بنخش للثاني شكل مغير الاهلي، شكل مغير الاهلي، الاهلي ابتدى اللي هو انا اللي معايا زمام الامور، انا المتفوق عدديا، انا المتفوق على مستوى النتيجه، انا اللي اعمل كل حاجه في المباراه. وده اللي ابتدى يعمله الاهلي هو في بناء اللعب، رجع تاني زي مباراه رادس
انا اللي امتلك الكوره في بناء اللعب. حمدي فتحي بينزل ما بين الاثنين مدافعين، الاثنين الباكات بتطير سواء اكرم توفيق او علي معلول، وبتلاقي الاهلي ضاغط بكل لعيبته في نص ملعب الترجي. انا هجيب جون وهجيب اثنين وهجيب ثلاثه وهضيع الرابع وهجيب جون اوف سايد وهعمل 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 واسوي فيك طول الشوط الثاني. 45 دقيقه الاهلي والترجي بيلعبوا في نص ملعب واحد، وكاننا بنلعب جون مشترك، وكاننا بنلعب جون مشترك. ارائي على موسيماني اختلفت كتير الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت انا واحد من الناس ما كنتش في الاول مقتنع بموسيماني، بقول عليه اللي هو مدرب ماشي معاه او مدرب محظوظ، ولكن ده كنت بقوله لان موسيماني كان بيلعب في الدوري المصري بشكل وبيلعب بتكتيك وبيلعب باداء غريب جدا في الدوري المصري عكس المباريات الكبيره. لحد دلوقتي موسيماني مع الاهلي ما خسرش اي مباراه كبيره غير مباراه بايرن ميونخ في كاس العالم للانديه، وده كان وارد له يخسرها، ده كده كده داخل عارف لو يخسر المباراه، ولكن دي المباراه الوحيده اللي خسرها الاهلي كمباراه كبيره بسبب موسيماني جه كسب الوداد رايح جاي، كسب فاينل افريقيا ضد الزمالك، وقدر يكسب كل المباريات الكبيره اللي تجيله، سان داونز، الوداد، الترجي، اي مباراه كبيره بتجيله بيقدر يتفوق فيها. موسيماني لحد دلوقتي اقنعني في المباراه الكبيره، موسيماني فول المارك في المباراه الكبيره، مفيش مباراه كبيره موسيماني دخلها وما قدرش يتفوق على المدرب اللي قصاده وفريق اللي قصاده سواء تكتيكيا او فنيا او نفسيا او اي حاجه. موسيماني عبقري في المباريات الكبيره، بيعرف يلعب مباريات كبيره كويس جدا 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 جدا، وده باين مش من مباراه او مباراتين، لا ده باين من اول ما موسيماني جه ومسك الاهلي سواء في دوري ابطال افريقيا او في كاس عالم الانديه. موسيماني هل ممكن نشوف الاداء اللي بيقدمه في المباريات الكبيره والفكر بتاعه اللي بيقدمه في المباريات الكبيره نشوفه في الدوري المصري؟ ده اللي نعرفه بعد ما الاهلي يرجع يلعب في الدوري المصري تاني، ولا خلاص بدايه من الاسبوع الجاي هيرجع يلعب في الدوري المصري تاني. فهل موسيماني هيقدر يقنعني في المحلي زي ما هو مقنعني في القاري وفي الدولي؟ الله اعلم. وكان يعني على راي كابتن فاروق جعفر المحلي او الدولي غير الدولي يا كابتن، الدولي غير الدوري يا كابتن عند موسيماني، وانا هلعب في الدولي زي الفل واعمل كل حاجه، ولكن في المحلي انا هريح كده وابقى على قد يعني. موسيماني بيقدم اداء كبير جدا، وكمان عناصر في الملعب بتديله كل حاجه. اكرم توفيق من اللعيبه المميزين جدا 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 في الاهلي الموسم دون، سواء بيلعب في الباك رايت بيقدم مباريات كبيره، في نص الملعب بيقدم مباريات اكبر بكتير. اكرم توفيق بيلعب في الباك رايت في الذهاب بيحط حمدي الهوني في جيبه، في الاياب بيحط حمدي الهوني في جيبه، واي لاعب بيلعب على اكرم توفيق بيخش جيبه دايركت على طول. الاهلي مش عايز اقول لك ان هو خلاص حسم العشره، لان كل حاجه في الكوره ورده، كل حاجه في الكوره ورده، وكازر الشيف شفناه دفاعيا فريق رخم نوعا ما شويه ممكن يصعب المهام على الاهلي، لكن الاهلي قادر يكسب العشره بكل تاكيد، وقادر اللي هو يحسم اللقاء في اوله كده اللي هو انا جاي اخد العشره واروح. موسيماني قدر يتفوق على كل فرق القاره، سان داونز، الوداد، الترجي، الزمالك، كل الفرق اللي في القاره قدر موسيماني يتفوق عليها. مبروك لكل جمهور الاهلي الوصول للفاينل الثاني على التوالي والاقتراب بشده من العشره، مبروك لكل جمهور الاهلي الصعود. خلاص قربت من العشره وكل حاجه، ومبروك جدا 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 لجمهور الاهلي فعلا من كل قلبي. وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، هو راي انا في مباراه الاهلي والترجي. قول لي رايك انت في الروف كومنتس، قول لي توقعك، هل الاهلي قادر على الفوز بالعشره خلاص في خلال شهر، ولا ممكن الاهلي يخسر العشره في مفاجاه كبيره؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو حلقه جديده تشجع باللايك، اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تجي الحلقات اول باول، وكمان نرجع نتكلم على اليورو من تاني. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، في السكريبت تحت، مش على فيسبوك، في تويتر على تويتر. نتابع على الفتره الجايه، سلام.